اللي انا بتكلم فيه، عشان كده لازم نروح لها ونزورها ونودها، وباذن الله باذن الله يعني لو ربنا احيانا ناخد لها كيلو برتقال. يا اختي تاخدي لها برتقال تاخدي لها حرنكش؟ ما انا ما نعرفش هي مرزوقه في انهي سجن. انا لو عليا الف عليها سجون مصر كلها كعب داير، لكن اعمل ايه؟ لا معايا فلوس لللف ولا انا قادره اسيب هنا. لكن اللي انا متاكده منه بقى ان خربوش اخوكي عارف. ما انت عارفه مخ بعدين، حتى لو يعرف مش هيقول لنا، ده عامل كاني فزور. يا جمالات عليا انا برضو الكلام ده؟ خربوش مخبي عليكي؟ طب وحياه راس عمك حسن كفته ما اعرف حاجه عن الموضوع ده. وبعدين ما انت عارفه اخويا بحوره واسع مش هعرف عنه حاجه. طالما حلفت براس عم حسن كفته تبقي صادقه. لا يعني لا، على الحرام من دراعي، ما انا قايل لجلسه مخلوقه هي فين. الله، هو السر ده زياره للسجن فيها ايه دي؟ ولا روح السجن جنبها؟ بعدين على راي المثل، خالتي وخالتك واتفرقت الخلايا. يا جمالات ما تبوظيش التكتيك اللي في دماغي، دي حاجه في دماغي وانا عايز انفذها. اخ يا ناري، لو اعرف التكتيك اللي في دماغك ده نفسي اعرف الجمجمه دي بيدور فيها ايه. يا اخي فهمني، ده اختك بنت امك وابوك راسين الدور ايه؟ يخص عليك يا جمالات، بقت بنت عسليه استخنك عليا انا؟ انا البنت ام بوز ناشف؟ ما انا قايل لك 100 مره وانت عارفه اللي في دماغي ايه؟ ولا هو لقيت وعاجبني وكلمني سواد؟ على فكره الفرقه وابويا بيشكروك على الواجب اللي انت عملته معاهم. علي يا نوسه ما عملتش حاجه. كفايه انك سبت لنا الارض لاخر المولد، ربنا يخليك لينا يا عمر. انت قلبك كبير قوي يا عمر، انت جبت الحنان ده كله منين؟ عندي يعني لازم الناس كلها تحس ببعض يا نوسه. ازاي قدرت تحس بيا وتفهمني وانت ما عشتش اللي انا عايشاه؟ والله مش عارف، بس يعني جاهز عشان امي الله يرحمها كانت ست على قد حالها، وكانت دايما تقول لنا نبص لقلوب الناس وما ناخدش بالظهر. انا خايفه يسجنوني يا عمر، انا بريئه ما عملتش حاجه، في حد ورا الموضوع ده؟ والله العظيم مظلومه. عارف ومتاكد انك مظلومه بريئه يا نوسه. جاهز الاسبوع اللي جاي هخرجك من هنا، يعني هخرجك من هنا، ربنا معانا ان شاء الله. انت مش بتطمن يا عمر، يعني انا ممكن اتسجن وقف نظر الناس حرامية؟ ليه؟ أنا بتعمل فيها كده ليه؟ عملت إيه عشان يتعمل فيها كل ده؟ إيه ده يا نوسة؟ إيه ده عشان خاطر؟ أنا هعمل كل حاجة عشان تخرجي من هنا. خايفة يا عمر، خايفة قوي، هو هتسيبني، أنا ما عملتش حاجة، أنا مظلومة، أنا خايفة قوي يا عمر، أنا خايفة أتسجن، خايفة أتسجن يا رب. عملت يا رب عشان يتعمل فيا كل ده؟ مالك يا نوسه؟ سرحانه في ايه؟ مش كان احسن برضه يا حاجه ان اشوفه واعرفه غلطه؟ انت الظاهر عليك يا بنت لسه بتحبيه. انا احبه ده ايه؟ انا بس كنت عايزه اتشفى فيه. وفريد اتشفتي فيه؟ وايه يعني؟ هتقولي له كلمتين هيحصل ايه؟ التقل ورا يا بنت. ازاي يعني؟ يعني اصبري وانا هنولك اللي في بالك. يا باشمهندس حضرتك كنت فين؟ الست منى والست مها قلبوا عليك الدنيا، كانوا قلقانين جدا وخصوصا الست مها. هو انا يعني لازم قبل ما اخرج اقول لها رايح فين؟ لا بس على الاقل يعني لما تتجوز واحده بتحبك من غير ما تسالك رايح فين قول لها رايح فين، على اساس بالها ما يتشغلش عليه. تلاقيهم مصلتينك بس عشان اقول لك انا كنت فين. انا عمري ما افتن عليك يا باشمهندس، انا لو عاوز افتن عليك كنت فتنت عليك من اللي حصل زمان. طب ممكن بقى تسيبك من الكلام التافه ده وتقعد تقول لي اخبار الشغل ايه؟ بص الو؟ ايوه باشا. ايوه الباشمهندس قاعد على مكتبه قدامي اهو. حاضر يا فندم، حاضر. الباشا. الو؟ ايوه بابا. خد تعالى هنا، تعالى تعالى. انت رايح فين؟ ايه فين؟ مش تستأذن الاول من مديرة المكتب ولا انا مش مالي عينيك؟ الا مالي عيني، مالي عيني ونص طبعا. بس هو اللي طلبني يعني. اسف يا حبيبتي. كنت فين من الصبح؟ بعدين يا منى، بعدين. طب اقول لك ايه؟ كلم مراتك طمنها عليك، دي هتتجنن وفاكره انك هنا. انا خلاص اتخنقت.
هي اللي جابها لحد هنا؟ مش كنت بتلاقح معاها في البيت؟ معلش يا عمر عشان خاطر هي بتحبك برضو. معلش يا ستي، غور الحب اللي بالشكل ده خلاص مش طايق نفسي. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا ابني اللي انت عملته ده؟ مراتك زعلانه منك واشتكت لي وعندها حق. في حد في الدنيا يسيب بيته من الفجر ويخرج من غير ما يقول لمراته؟ هو انا يعني لازم اخد منها الاذن؟ اه. قول لي بقى حضرتك رحت فين؟ كنت رايح ازور نوسه في السجن. يا دي نوسه اللي احنا مش هنخلص منها. انا ما عملتش حاجه غلط. بس مش ده اللي اتفقنا عليه. وبرضه ما اتفقناش انها تدخل السجن ظلم. يا ابني ما انا حكيت لك الظروف. ظروف ايه يا بابا؟ ظروف ايه؟ حضرتك عارف كويس ان نوسه دخلت السجن ظلم وانا مش هيهداني بالغ لما اخرجها منه. طب افرض مراتك عرفت العلاقه دي هتعمل ايه؟ يا ريت تعرف. يا ابني انت ليه عايز تسبب لنا مشاكل؟ المفروض ان علاقتك بنوسه دي خلاص انتهت. دي في نظر الناس حراميه مجرمه ارباب سجون، وانت متجوز واحده ابوها من اكبر رجال الاعمال في مصر. عايز ايه اكتر من كده؟ حضرتك عايز تقول حاجه تاني؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني عن اذنك. المذنبين يا فندم اللي واخدين حكم بالسجن والشغل. المذنبه وهيبه جمعهم عندها في العنبر. حضرتك عايزنا بقى نتصرف ازاي؟ وهم مش موجودين جوه السجن ولا قاعدين بره؟ يا فندم هو صمم ما بيعملش اي حاجه. يعني احنا ما بننفذش الاحكام اللي عليهم. انا مش قادر افهمك يا شريف. اتفضل. ماشي يا فندم. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزهم يرجعوا العنابر بتاعتهم يا فندم ويشتغلوا. ما انت شايف العنابر مليانه على الاخر، يعني وجودهم في عنبر الحاجه وهيبه بيوفر لنا مكان للورد الجديد. يعني ايه الكلام ده؟ وشغلهم يا فندم؟ ما هم بيشتغلوا، هم مش بيخدموا الحاجه وهيبه. اه لا صح، يعني هو القاضي لما حكم عليهم بالسجن والشغل كانوا قصدهم ان هم يشتغلوا عند الحاجه وهيبه. ما تحبكهاش بقى يا شريف وشيل الحاجه وهيبه من دماغك. انت مش ناقص بلاوي يا اخي. انا عايز اعرف بقى الحاجه وهيبه دي بتعمل ايه عندنا هنا بالظبط؟ يعني هي مسجونه ولا مأجره مفروش؟ وبعدين تهمتها ايه وقاعده عندنا هنا كام سنه اصلا؟ احنا وظيفتنا ايه هنا يا شريف؟ والله يا فندم ما بقيت عارف وظيفتنا ايه هنا بصراحه يعني. وظيفتنا ننفذ الاوامر. مظبوط؟ مظبوط. تمام. انا بقى بالنسبه للحاجه وهيبه بنفذ اوامر مدير مصلحه السجون. معقول يا فندم اللي سيادتك بتقوله ده؟ يعني مدير مصلحه السجون هيأمر ان احنا نفضلها عنبر ونجهزه على اعلى مستوى ونفرشه لها ويبقى سويت بالمنظر ده كانه في اوتيل؟ لا احنا اللي فرشنا ولا احنا اللي وضبنا ولا احنا اللي صرفنا، الست عملت كل حاجه من فلوسها. انا مش مصدق اللي انا بسمعه ده. يعني اي واحده غنيه تيجي تتسجن عندنا هنا هتعملوا لها زي اللي وهيبه عاملاها ده؟ يا شيف دي اوامر مش لازم تفهمها، المهم تنفذها من غير ما تعترض. مش اتعلمت كده في كليه الشرطه ولا ايه؟ بعدين انا عاوز اقول لك حاجه، انت ليه محموق قوي كده؟ وكان سجن ابونا. صدق صح يا فندم، انا راحت مني فين دي؟ انا كنت فاكر ان ده سجن ابونا، ده طلع سجن ابوهم. انت ازاي يا عمر تقوم الصبح من غير ما تقول لي انت رايح فين؟ انا كنت هتجنن عليك خصوصا وانت ما بتردش على الموبايل. يا ريتك كنت اتجننتي. كنا دخلناك مستشفى المجانين وخلصنا منك. انت كل حاجه واخدها تريقه. انا بتكلم جد على فكره. انا مش عايز صغير عشان كل ما اخرج تقلق عليا وتقرفيني بتليفوناتك عمال على بطال. غصب عني يا عمر. انت مش متخيل انا بحبك قد ايه. لا متخيل يا اختي. ما دام عارف يبقى لازم تقدر مشاعري وبلاش تعذبني. انت اللي بتعذبي نفسك. طب قولي وريحني، انت كنت فين النهارده؟ انا ما احبش حد يسالني السؤال ده، فاهمه؟ انا مراتك ومن حق اسالك. وانا واحد ورايا شغل ومش فاضي للتفاهه دي. عمر انا مش مبسوطه هنا خالص، تعالى نرجع مصر. مصر؟ امال احنا عايشين فين؟ ولا تكونش طنطا دي تبع اسرائيل وانا ما اعرفش. انا قصدي القاهره. واروح اقعد معاك هناك صايع ابوك يصرف علينا؟ هو انت محتاج يا عمر؟ بلاش بابا خالص، عم حسين يقدر يديك كل الفلوس اللي انت عايزها. الكلام ده تقوليه لنفسك، انا بحب اشتغل واكسب، وبعدين عندك منى اختي بتشتغل، محتاجه هي الفلوس. هو انا بابا مش كان عارض عليك انك تشتغل معاه؟ انا بحب اشتغل يا ستي الشغل اللي بحبها، في المكان اللي بحبه مع الناس اللي بحب اشتغل معاهم. انا ممكن اقول لبابا يديك المرتب اللي انت عايزه. يوه افهمها ازاي دي بس؟ يا ستي الموضوع ملوش علاقه بالفلوس. على العموم انا عرفت ماما ان احنا راجعين النهارده. والله طب كويس قوي قوي. عايزه تسافري سافري، بس يكون في علمك هتسافري لوحدك. ده اخر كلام عندك؟ لا ده في كلام كتير قوي بس في موضوع تاني. انا طالع غير هدومي عشان اتغدى، وانا لازم اخد منك اذن عشان اطلع فوق. دي حاجه تقرف. يا
مين يشلني ويوديني عند بنت اشوفها. يا دي النيله عليك راجل وعلى زنك. ايه يا اخويا عندها لك الحانوت ياخدك يوصلك عند بنتك تشوفها؟ نفسي اشوفها قبل ما اموت يا جمالات. افرض يا اخويا ربنا افتكرك وعزرائيل جه خد روحك وما شفتش بنتك هيحصل ايه؟ حموت بحسرتي يا جمالات. موت انت ومالكش دعوه، وانا هقول لها ان كان ابوكي بيسال عليك ومش شحتك وكان نفسي اشوفك ومتحسر عليك. يا اخويا اتحسر على بختي الاسود وقعدتي السودة اللي ما بقتش لاقيه فيها اللضه. حرام عليك يا جمالات حرام. انا اب هعمل ايه؟ ما انت ربنا حرمك من الضنا. يا اخويا حرمت عليك عيشتك، وكمان بتقول للضنا مش كفايه اني ما عرفتش اجيب حته عيل منك.